وكما قلت هو الأمر مبكر عليها، ولا بيحمل وطيس من الآن. يعني جماعة المداخل هذا شغلهم الشاغل، أنها كأن إخراج قيمة الفطر، يعني بالقيمة إخراج القيم في الفطر هي من الكبائر السبع الموبقات، بل ربما حتى من المكفرات والمفسقات. ربما يبدو من الآن يعني يتكلمون عنها ويدبجون المقالات. أرى أنكم لا تعتنوا بهذه المسألة ولا تشغلوا بها بالكم، يعني حتى يأتي وقتها. وعندما يأتي وقتها هناك فتاوى خرجت من العلماء ومن دار الإفتاء تبين هذا الحكم جائز ولا حرج فيه جزاكم إذا الله دعت خير. إليه الحاجة كما هو الحال الآن. يعني نعم.